اليوم نسوي لكم بيتزا، بيتزا 2 طحين واربع اكواب فارغه طحين والنوب. شو نسوي؟ 1 زيت وواحد خميره ما سطح، لا ما الطحين، ونوب شكر ونعجنها. اذا عندكم من هاي الخباطه مال العجين خبطوا بيها، والنوب هاي شوفوا شلون صارت عندنا، شلون عجينه نخمرها نص ساعه شدها. نوب نسوي الصلصه، بصل وفلفل وشنو عندكم خلو. اي نوب هاي الصلصة كم لازم نخلي فوقها كتشب على النار منها تنشف. هاي طلعت العجينة شوفوها، نفرها نفرها لحد ما تدوخ، ندهن القالب ونوب نصبطها. اذا عندكم من هاي الخشبة تصبط مال هاي تعرفونها بعد، ما حاجة لكم. اي نساويها، نخلي هاي الكتشب طبقة والنوب الصلصة وراها. هاي الصلصة، الصلصة علمتكم عليها مو كل ساعة تقولون شنو هي، خوش. المهم هاي خلصنا من الصلصة، نوب نحط اللحم. حطينا اللحم والزيتون، ما نفلس مو فلس بحقيقة خطية. وهذا الجبن مال سندريلا موزاريلا. المهم كمل هذا عرنوس ذرتهم يسمونه. شو الحركة شو الحركة يا يابس، ما لحق على الفيديو علي، خلص بسرعة. هاي قدامكم تعلموا، لا تعلموا بعد شو يقول ما لحقنا. نخليها بالنار لحد ما استوون فوق من جوا. هاي هسه غسلنا المواعين وهسه نوب وراها راح نغسل البيت ما جاي لحق على الفيديو، راح بسرعة هيك يمشي يمشي ما تلحق. يعني شو اسوي يعني شو اسوي؟ ام بيت نادرة وعلي ماكو مني. هاي هسه طلعناها نخلي لها جبن، نوب رجعها من هاي ذوب الجبن ونطلعها نقصصها وتاكلونها وسموا وعافية. بس راح يسويها علي التعب ومصاريفه اكثر منها. اكل خبز العباس وهاي هي.